في الايام الاخيره كان فريق الرشيد خلق المفاجاه ووصل للمباراه النهائيه ديال كاس العرش، تفوق على المغرب التطواني وصف البطل، اولمبيك خريبدا بطل المغرب انذاك، الكوكب المراكشي اللي دربه بادو زاكي، يعني كل اشياء خلت المفاجاه ضد فريق الترجي شويه وارده. يمكن الانتصار كان عادي، لكن مستوى فريق الترجي والحصه 3-1 هي اللي كانت مفاجاه. الترجي معناتها فريق كبير ولازمنا معناتها نكونوا حاضرين في المقابله هذه. تحطينا في موقف صعب اللي احنا ما كناش ننتظروا فيه وما كناش نتمنوه. وتكونوا معناها كومباتيف اكثر على الكره وتلعبوا على المريو اكثر من قاعدين نشوفوا فيك. عندنا الانتصار كونوا في ان شاء الله في جمعيه للمستقبل. مش معقول باش تربحنا جمعيه كيما هذيك ضعيفه، الترجي معناها باش يعمل التسعينيه نتاعو العام الجاي، لازم معناها الجمهور يحضر. المباراه هذه كما يقولوا رد اعتبار. المدرب يوسف الزواوي اختار مواجهة الرشيد البرنوسي بتشكيلة فيها برشا تغييرات مقارنة بمباراة الذهاب. التغييرات شملت الخط الخلفي، الشعباني والدربالي في المحور، خليل شمام على الجهة اليسرى، الحارس العربي الماجري مكان القصراوي، والحامي قبل المرة هذه اللعب كظهير أيمن. الناس كل في المستوى ما تقرب، واجب عليه باش يكون في المقابلة هذه باش يكون ظهير أيمن، المقابلة لازم يكون فيها ظهير أيمن. الأحمر والأصفر يضرب منذ البداية وبقوة من أجل مبغض دفاع المنافس، وإمكانية التسجيل كانت واردة في أكثر من مناسبة. هذاك اللي هبطنا عليه، هبطنا معناها باش نحاولوا نماركيو من الاول باش ما نقعدوش نلعبوا كونتر الوقت، فهمت؟ والحمد لله صار، معناها تشوف 50 ثانيه كنا نجم نماركيو، فهمت؟ اليوسفي يسقط، الترجي يطالب بضربه جزاء، والحكم محمد بشاري يعتبر تمويه وينظر مهاجم الترجي. اكيد سيكون الانذار، حتسامح الدربالي. لكن في الدقيقه 9 الدربالي يوزع، تصطدم الكرة في يد المدافع مراد الحريري، والحكم المرة هذه أنصف الترجيين وأعلن عن ضربة جزاء. خدمة قاعدين نخدموا فيها في الانترنمون، معناها سي با وزار جاتنا بينالتي، شفتوا معناها خاطر لعبنا على العرض نتاع التيران، هما مسكرين شوية، نلعبوا على ليزاتاكون رابيد نتاعنا في ظهر الادفيرسير، وهذاك اللي صار، معناها سامح مشى في ظهر الادفيرسير وجا بينالتي الحمد لله. كمال زعيم تولى مهمة التنفيذ ونجح في مغالطة الحارس جوميري. هدف كمال زعيم اعطى شحنه معنويه اكبر للترجي، وكوره سامح الدربالي الراسيه مرت جانبيه. مخالفه نفذها زعيم، وكوره معين الشعباني ايضا مرت جانبيه. كوره ذكيه من بوشروان لسامح الدربالي، حيويه مهاجم الترجي ساعدته في تغيير السرعه، واللي كان ينقصه هو حطان الكوره وين يلزم. الدقيقه 22 ركنية نفذها بوشروان، صابر خليفة بلمسة رأسية تصطدم الكرة في القائم والمدافع زكريا وتدخل الشباك. الكرة اللي خدمها هشام معناها مهمة برشا في الحكاية. البلاصة اللي تحط فيها الكرة صعيبة برشا على الديفونسيرات وعلى الجارديان، هذاك علاش معناها صابر دوب ما يمسها هكا تدخل، فهمت؟ اللي حبينا له نوصلوا له معناتها في الوقت قصير، وصلنا له وسجلنا معناتها زوز اهداف اللي هما يضمنوا لنا معناتها الترشح. في العودة من حجرة المراقب الشوط الثاني ريتك أنت والحامي يعني في نقاش سخون، على شنو كنت تحكيه وقت؟ لا نحكيه معناها اللي راهو مازلنا ما عملنا حتى شيء. فهمت؟ لازم نقفوا في شجرة الأولاد و... معناها اثنين بلاش، صدقني حتى شيء. أي. معناها لا قدر الله كان كلينا بونت و يزن ماركيو اثنين اخرين. في الشوط الثاني لاح الترجي وكانه اطمأن على نتيجه المباراه، مردوده تراجع مقارنه بالشوط الاول وخلى للمنافس فرصه الاحتفاظ بالكوره اللي كانت تدور كما يلزم بين ملاعبيته، والبحث كان متواصل على مبغض الحارس الماجري، لكن كوره اي تي بي مرت فوق المرمى. الفريق تكنيكمون قوي برشا، معناتها ناكد لك في المقابله كما ذي ما عملوش معناتها ديشي تكنيك، فهمت؟ تحس اللي معناتها عندهم الاوتوماتيزم كلهم اقرب لبعضهم، فهمت؟
معناتها هذيك الحاجه اللي يمكن تعبتنا شويه. ربع ساعه لعب الترجي يرجع ويخلق الخطر، الحامي يتوغل على الجهه اليمنى يوزع زعيم في مره اولى ثم اليوسفي والدفاع المغربي يستميت. محاوله اصيب على اثر صنع العاب الترجي كمال زعيم. كدم على عظم الراس دونك يلزم في مع بيرت كونيكسيون معناتها فقد الوعي يلزم يمشي سو سيرفيونس كلينيك وعمل توا سكانير معناتها اشعه عمل سكانير الحمد لله ما ثماش حتى كسر في حتى عظم من عظم الجمجمه بقينا ثم معناتها في اللي بلاي ثم شويه دي بلاي اللي تطلبوا معناتها تدخل بسيط مش عمليه جراحيه عمليه جراحيه لكن تدخل بسيط. نوفل اليوسفي اللي يتحرك كما يلزم مهد لصابر خليفه وفرصه هدف ثالث تضيع على الترجي. بوشروان يخلي مكانه لاسامه الدرجي وصابر خليفه يجرب حظه في التصويب وكورته كانت تغلط الحارس قميري. الفالحي اللي خذا مكان زعيم خرج وخلى مكانه الوليد ياكل. تغيير اثار اكثر من تعليق. سيتي نورمال مش كيما لونترمون كيما ماتش اوفيسيال فهمت؟ وعاطف عنده اربع شهور ما لعبش وفي الجو هذاك وفي الامبيونس هذيك ينجم يكون مثلا من الاول ما دخلش في الطرح بالكدا فهمت؟ مي اون ميم تون ما عناش وقت باش نضيعوه نحن في الوقت هذاك. الدربالي بسرعته قلق برشا دفاع الرشاد البرنوسي وما كان ينقص هاللاعب كان الفينيش. الشعباني بدوره جرب حظه كرة ثابتة كادت تغلط حارس الرشاد. قبل نهاية المباراة نوفل اليوسفي يقود هجوم معاكس انطلاقا من وسط الميدان لكنه تباطأ وكان بامكانه التمهيد لزملائه على الجهه اليسرى. سمير ربيع مساهم بحكم نخدموا فيها في الانترينمون ديما لاتاكون يعمل ابيل في الظهر ولا غالب يعني زدت في السونتر يعني ما زدتش قدام ب 10 متر يعني كان زدت قدام يعني ولا غالب كاو خلطت عليا ديفونسور وكاو نحاها.